لدينا أبياتي وأباتي. أبياتي طبقة وفيها كرة موجودة الآن للأمام والمحاولة قائمة بالفعل، ولدينا تقدم الآن ومحاولة التسديد والتسديدة موجودة ولكنها تبعد في اللحظات الأخيرة من الجيلي. بينيا 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 ماوريزيو بينيا اللاعب القادم من فريق إيطالي متواضع ومغمور الأندية ورؤساء الأندية. لكن دييغو ألفيس وهذه كرة موجودة الآن وباليرمو خطير والمطالبة من جانب باليرمو بضرب جزاء. عندنا كرة في وسط الملعب ترسل الآن هنا للأمام ولكن تعاد من تياغو سيلفا إلى فريق نادي باليرمو ومحاولة من بالفعل ضربة ركنية ملعوبة الآن بشكل ذكي وجميل والكرة بالرأس في اللعبة الماضية ولاعبي ميلان كانوا يطالبون ربما بخطأ لصالح ماريو يبس المدافع الكولومبي. يبس هذه المحاولة كانت جميلة من تياغو سيلفا ولاحظ أن قلبي دفاع فريق نادي ميلان كانوا متقدمين في الكرة الماضية. تياغو سيلفا هو من أرسل العرضية وماريو يبس مرة أخرى إرسال الكرة بهذه الصورة الجميلة الآن للأمام والمحاولة مع اللاعب بينيا ماوريزيو بينيا اللاعب التشيلي الدوشة وهذه كرة خطيرة في المكان الخطير وكرة لازالت خطيرة مرة أخرى وتلعب إلى الخارج من جانب باستوري كرة خطيرة جدا وفيها حقيقة أداء غريب من جانب اللاعب ماريو يبس لكن التغطية الممتازة تأخير اللاعب كانت من جانب تياغو سيلفا إلى إليتشيتش الذي أعاد الكرة بعد ذلك إلى باستوري. باستوري ركن الكرة ما سدد بالمناسبة ركن الكرة. لم تكن العلاقة جيدة مع غوارديولا بعد ذلك الحنين لكرة القدم الإيطالية يجرفه مرة أخرى ليكون من الإصابة عاد تخلي السعر ينزل شوي وزج الآن ميلان لأن باليرمو يبدو خطيرا وخطيرا جدا والكرة من ضربة ركنية تبعد الآن من المتعادلة. محاولة لفلاميني طبعا روبينيو عوض اللاعب المصاب إنزاغي الذي دخل أيضا إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني من مباراة اليوم مكان المصاب. الكرة في قدمه وكأن ما شاء الله مغناطيس أول أسمر يرتفع.